طب روشتها للناس اللي غرقانين لشوشتهم في مشاكل تمويل وقروض وفائض قروض، وصل مثلا في التلفزيون بمبلغ رهيب جدا وفي المؤسسات الصحفيه، لانها مش مصانع بتنتج، دي المفروض تنير العقول والمفروض تكون هي رساله مصر ولسان مصر وغيره. روشتها ممكن نعمل ايه عشان نقطع طريق على استمراريه هذا الوضع المسيء؟ هو الوضع ده ما هوش وليد النهارده، عشان برضو ما انا نقولش عايز اقطع بطريقتك، يعني بطريقتك ده وضع تراكم فترات طويله، ويعني الحل بتاعه زي ما دايما نقول لك ايه، دور على حل بره الصندوق يعني. اي بالظبط. فهو ده اللي احنا يعني مرتبطين بيه وعمالين بنتكلم فيه بقالنا، يعني في اجتماعات بقالها عده اسابيع بتجرى، وانا اعتقد ان شاء الله باذن الله الحكومه ديت مصممه على ايجاد حلول جذريه، والرئيس بيدعمنا في هذا. ليه مثل هذه الحلول؟ وانا يعني بدون الدخول في تفاصيل وبدون لا، انا بقول لحضرتك في النهارده مشاورات جاريه وبكل جديه لايجاد حلول لمثل هذه الامور. عندك حلول او عندك مساندات او عندك ادوات تساعد بيها عوده قوه مصر الناعمه تاني؟ صناعه الدراما والسينما، فاكرين احنا زمان كنا رواد زي ما حضرتك بتقول، رواد المنطقه في كل شيء. هل عندك ادوات ضريبيه، ادوات تحفيزيه للصناعه دي ترجع تاني؟ يعني انا كوزير ماليه هقول لحضرتك مانيش متخصص قوي ولا فاهم قوي، ولكن انا كمواطن مصري بيشغل حاليا منصب او مسؤوليه وزير الماليه، انا واحد من الناس هبقى وانا اعتقد الحكومه الحاليه داعمين لاي مبادرات وافكار تساعدنا. بس انا عاوز اقول حاجه، قد تكون في مرحله الاصلاح الاقتصادي المؤلم اللي احنا بنعمله عشان نوقف بلدنا في المرحلة دي، ممكن أقول لحضرتك ما عنديش المساحة اللي تساعد، لكن مجرد ما إن أنا وأنا ماشي كده والموازنات اللي إحنا بنعملها إن شاء الله يبقى فيها، إن أنا بالتأكيد سواء كان كمواطن بيشغل مسؤولية وزير مالية أو حكومة أو سيادة الرئيس، بالتأكيد سندعم ده، لأنه إحنا متفاهمين ومدركين ومؤمنين بأن مصر القوة الناعمة بتاعتها هي جزء أساسي وكبير في أمنها القومي. صحيح. وبالتالي لابد ان تدعم ده. انما الفكره في ايه؟ ان انا الفتره اللي فاتت انت قارص على الكل، والكل بيعاني بما فيها الخزانه العامه للدوله، بما فيها الدوله، بما فيها وخبرتها، فانت مش قادر، انت مش قادر. فانا عاوز اقول تاني انه لا، مع الاصلاح ده انا اعتقد ان مصر ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون عندها القدره انها تضخ اكتر. ويمكن سياده الرئيس قال انه 4 محاور لفترة حكم الحالية هي الصحة والتعليم والإصلاح الإداري والثقافة.